عندنا مشكل دابا ديال حاليا ديال الضوء. الناس خرجوا في وقفه عفويه باش يعبروا على الغضب ديالهم للحيف اللي كيتعرضوا ليه. السيد اللي كيزودنا بالضو حاليا وصل وعطانا واحد السعر اللي ما يمكنش اننا نتحملوه، رغم ان راه كتعرفوا بان الظروف اللي كنعيش فيها البلاد غلاء الاسعار وغلاء المحروقات الى غير ذلك، فما يمكنش اننا الجيوب ديالنا غادي تبقى تخدم على مول الضو. راه عندنا عائلات كينتظرونا خاصنا نديو لهم ما ياكلوا، وبالتالي حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله المعنيه بالامر انها تكلف لجان تقنيه وتدخل معنا في حوار من اجل انها تلقى لنا حلول استعجاليه وفي اقرب وقت، والا غادي تبقى هذه الوقفه ديالنا واقفين حتى اننا ناخذ هذا المكتسب اللي هو ماشي هو حق من الحقوق الدستوريه اللي كيمنح الدستور. احنا حاليا اليوم صبح قاض علينا الضوء، احنا ما يمكنش لنا بلا ضوء اننا نخدموا، بحال كيقولوا لنا سدوا، بحال كيقولوا لنا سدوا، السوق كامل دابا راه سد، وحنا دابا راه خرجنا باش ان الجهات المسؤوله انها تدخل اللي هي تم الانتخاب ديالها واللي المواطن عطاها الثقه ديالها، حاليا خاصها تبين لنا بانها كاينه بانها في الموعد وتجي تجلس معنا باش تلقى لنا حلول. زاد علينا زيادات غير معقوله، واش المحل غادي يولي يخلص 200 درهم في الاسبوع؟ 200 درهم الا ضربناها في اربعه شحال؟ راه 1600، راه بزاف هذا الشيء، راه 800 درهم. واش ليديك الا دخلت لي انا عندي بوله ولا جوج بولات وكاويه غادي نخلص عليها 800 درهم في الشهر؟ راه مضروبه في اربعه ولا مضروبه في خمسه؟ وبالتالي وبالتالي فاحنا راه كما كنقولوا لكم راه كنطالبوا بابسط الحقوق، وخاص الجهات المسؤوله تدخل في اقرب وقت. السوق من 82 كانوا عندنا واحد الماطر صغار اللي كل محل عنده واحد الموتور ديالو، ومنين تغير الزمان والمكان وداك الشيء ولا الدخان بزاف، الناس مرضوا اللي بالحساسيه اللي بعينيه، جا واحد المشروع ديال واحد ثلاثه الناس معانا في السوق نيتش، داروا واحد فرواك روب كبار ديال المازوت، رقوا قسموا السوق على ثلاثه. هاد الناس هما اللي كنتعاملوا معاهم واحد 10 سنين تقريبا ولا واحد 8 سنين، اليوم خير وسلام جاو طفاو علينا الضو، وهادشي بعدا راه واحد العام بعدا زياده كنسكتوا زيدونا كنسكتوا فتي علاش؟ حيت حنا ما عندناش شي حل اخر، راه حيت السوق الا ما كانش الضو ما نخدموش، وحيت السوق تعمم فيه الميتو المجال ديال الالكترونيات تعمم على السوق، هذاك المجال خاصو الضو. هي الا ما كانش الضو ما كيقدمش. السوق عشوائي اخويا حيت قال لك هاد السوق راه ديال مواليه، ومنين هاد السوق ديال مواليه؟ علاش كتخلصوا به من 82؟ جامعه المعارف، انا داوي على جامعه المعارف، هي اللي عندها هاد القطاع ومكلفه بهاد السوق، ومنين عشوائي؟ ما تخلصوش فيه، غتخليه عشوائي لا في الضرائب في المرابحه لا في كل شيء. اش انت كتستافد منه من 82؟ ومنين نجيو حنا غادي نبغيو الضو غتقول لنا لا راه السوق راه عشوائي، خاصو يكون في كل شيء.